ومن أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تظاهر المئات من أبناء الجالية السوريين في الولايات المتحدة للمطالبة بوقف الحرب الإرهابية على الشعب السوري وللتنديد بالدعم الذي تقدمه بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة للإرهابيين في سوريا. ورفع المشاركون في المظاهرة الأعلام السورية والشعارات المنددة بالدعم الأمريكي للإرهابيين في سوريا، وخاصة الاعتداء الأخير لطيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على موقع للجيش العربي السوري قرب دير الزور، مؤكدين أنه دليل جديد على دعم الولايات المتحدة لإرهابيي داعش الذي يرتكب الجرائم بحق السوريين. وندد المشاركون بخطاب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكدين أنه حافل بالأكاذيب والمحاولات لتزوير الحقائق والوقائع على الأرض، وخاصة الدعم الأمريكي للإرهابيين. وشدد المشاركون على وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب التكفيري، وإلى جانب وطنهم الأم سوريا الذي يحارب الإرهاب الدولي نيابة عن العالم، وأعربوا عن شكرهم للموقف الروسي والصيني والإيراني الداعم للحق الذي تمثله سوريا.